لو انت كنت عم تعمل واجبك من الاساس، دوتا ما كان بيهرب من السجن، ولكن فتنا بهي المشاكل. مزبوط صح حكيك، يبدو في حدا طلعه من السجن. على كل الاحوال رح نعرف كل شيء من هذا التليفون. اكيد في حدا مساعده وهو اللي مخطط له، والا ما عمل كل هاد. مين هو هالشخص يا ترى؟ أنا بظن إنه هالتليفون فيه كل اللي عم ندور عليه. بس أنت كيف جبتي تليفونه؟ هاتي، الشرطة رح تفحصه. هاد دليل مهم لإلنا. هاتي، هاتي فوراً. انتبهي، إذا ما بتسلمينا الأدلة يمكن تفوتي على السجن وقتها. أكيد أنا مو حابة أحتفظ بتليفون مانو إلي. بس هو وقت كان خاطفني كان عم يحاكي واحد على التليفون، وهذا الشخص يلي كان عم يعطيه الأوامر. أكيد رح نقدر نعرف مين هالشخص إذا شفنا التليفون. المدير هذا اللي طلعه من السجن. هيك رح يعرفوا إنه أنا اللي هربته، وإنه أنا اللي ورا هي اللعبة، وإنه أنا اللي أمرته إنه يقتلهم لأيجي وقدام. بارف؟ معقول؟ يعني أنت اللي كنت عم تحاكي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.